السلام عليكم، تحية نضالية لجميع الأحرار. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما والعائلة ديالكم وحبابكم كتر. إذا راه نأجل لك الموضوع ديال الصحراء حتى الغدا، واليوم غادي نهضروا على هذا الموضوع ديال ديدي اللي داير ضجة عالمية واللي فايت تعرض عليه محمد السادس لمراكش يدوز عيد ميلاده. إلا كتعقلوا الخوت، فهادي واحد 3 سنين راني فايت درت واحد الفيديو ديال جي زد اللي كان الملك مشى واعتذر على الكلمه كيصيد فيه وكيعرض عليه ودار ليه داك الفلاش ديال ما داهاش فيه ورد ليه ديك القرعه اللي صيفط ليه اون بواط وجلس هذيك اللي كتخدم اللي كتسربي جلسها معاه باش يشرح لمحمد السادس انه راه ما عزيزش عليه الرجال، عزيز عليه العيالات. وهاد جي زاد هو صديق ديال ديدي. اذا محمد السادس ملي ما شدتش ليه مع جي عرض على ديدي، فهمتيني؟ بحال هذيك المراه اللي مثلا كتخاصم مع صاحبها ولا شي حاجه ولا لا، فهمتيني؟ كتمشي ليه مع صاحبه، وراه بحال هادشي اللي دار محمد السادس. دونك الفيديو ها هو محمد، فضيحه محمد السادس ومغني الراب جي زاد. هادي 3 سنين تقريبا يعني كنت درت عليه لا فيديو، وهما اللي كيقولوا جرائد. اليوم عاوتاني خرج واحد الارتيكل في اش كيقولوا ليه في الصنداي، في الصنداي تايم هو جورنال انجليزي عنده مصداقيه، ما يمكنش شي يجي ويبقى يكتب لك داك، فهمتيني؟ وغادي تشوفوا يعني هاد راكم عارفين لافير ديال هاد باف ديدي اللي اكثر من 100 جريمه داير تقريبا، مخلطه فيها قتل مشابه بين قاتل كاع تاتو باك وداكشي شي وحدين اخرين و عيالات مغتصبهم الدراري الصغار لقاو عندو لي كريم الدراري الصغار باش ما فهمتيني راكم عارفين. يعني انا ما فهمتش هذا الملك امير المؤمنين الرجل المسؤول الاول في الدوله ما علاقته يعني مع فاش كنقول لكم الليالي الحمراء والليالي القوس قزحيه والليالي اللي هي فهمتيني هادشي فاش كيدوزوا حياتهم. ويعني محمد السادس راه عمره ما كان واحد اون دافير اللي هو ناجح، يعني مثلا كان عنده واحد الكابيتال وديفلوبا ولا لاباس عليه ولا من والو ودار الفلوس نو كاين دي تو، ما كاينش حاجه من هادشي. ان محمد السادس دار الثروه ديالو غير بقى عفوا الخوت راه اليوم تقلب على هنايا، يعني محمد السادس دار الثروه ديالو غير بالشفره، كيشفر في الثروات ديالنا وفي الميزانيات وفي كل من هي حاجه. حياته هي كيف كنت دائما كنقول يعني راها غير حياه ديال السهرات والحفلات وال ما مساليش لمشاكلكم، ما مساليش ليكم يا المغاربه، راه نتوما اللي ما بغيتوش تفهموها وتاخذوها بروح رياضيه. اذا غادي نقراو هذا الارتيكل ديال الصنداي التليجرام، ماشي الصنداي الصنداي تايم ماشي التليجرام. يقيم بافضهدي حفل عيد ميلاد مغربي فخم بقلم مايلز بروير. قالك سيدي اقام بافضهدي حفلا فخما للاحتفال بعيد ميلاده 33 خلال عطلة نهاية اسبوع في المغرب. يشاع ان ديدي تلقى دعوة من قبل العاهل المغربي الشاب محمد السادس، هما باغيين يديروا السادس وغالطين حنا دايرين الخامس، لقضاء اسبوع في مراكش في الدولة الواقعة في شمال افريقيا بتكلفة مذهلة بلغت مليون جنيه استرليني. اشوف يعني راه كيعرض عليهم خسر عليهم فلوسنا، وهذا شكون؟ هذا تا هو. وما تقولوش لي ما كانش عارف بانه راه مجرم وكاع مغتصب وكيستعمل العنف. ما عرفتش واش محمد السادس انت مازوجي مازوجيست عزيز عليك لامور بالعصا والكشماطه
ما تستطيع هذه صاحبي. وخيبة في التعاويذ صاحبي رئيس دولة قداشنا هي والإسلام وإمارة المؤمنين وكذلك شي كدعون وشو شنو كيدير ودوك الناس اللي بساكن تزنزان ولا اللي الفيضانات هجمات عليهم اللي خرج فيهم يدوي على حقه يمشي للحبس هو بحال واحد السيدة مسكينة هكذاك ويو هاد الفلوس يمشي زايدين في الشعب المغربي والأول ولا بغيتي دير الحفلة والسهرات ديرهم فلوسك انت شخصيا صدق عليهم فلوسك ما تصدقش عليهم فلوسنا ولكن راه لقيت يا خويا اش غادي نقول لك الضبعه ساكتين بحال اللي فهموا ما عجبهم الحال وكاين اللي ما عجبوش ولكن ما قادي يدير حتى شي حاجه اذا راك درتي فيهم ما بغيتي. قال كسيدي ما يقرب من 300 ضيف لديه لديدي سافر من نيويورك وباريس ومراكش ومن بينهم نعومي كامبل وإيفانا ترامب وجيرار ديباردييو وأقيمت الاحتفالات في قصر ماربيل ومطعم كامبتوار باريس الفرنسي المغربي في مراكش وقيمت ألعاب المشعوذة والبهلوانية والراقصات وكل من هو ترفيهي طول العطلة نهاية الأسبوع واختتمت الاحتفالات يوم الأحد بقصر الباهية بمراكش مش عنده ده تعطيت أول شيء قصر محمد السادس ترى كل قصر تسكن فيه راجل بعائلته فهمتيني باش قدر عليهم تا فهمتيني كيف أبدي خلينا نكمل وصافي. قال قتيلة ماستر جيم ماستر جاي من ران دي ام سي بالرصاص في نيويورك يوم الجمعة 1 نوفمبر وقالت الشرطة انها تلقت معلومات عن احد المشابه بهم وتقول الشرطة ان المشابه به رجل اسود يتراوح طوله ما بين 6 حتى 6.2 قدم ويزن حوالي 180 رطلا 180 رطلا هي قول واحد تقريبا كتجي شي 90 كيلو 100 كيلو تقريبا والستة ديال الأقدام راه هي نقول تقريبا 190 متر جوج الأمتار وشهد الرجل وهو يغادر مكان الجريمة وهو يرتدي بدلة رياضية سوداء وقبعة سوداء وناشدت الشرطة المواطنين تقديم مزيد من المعلومات للقبض على المشابه به. تم إنشاء رهن دي ام سي في أوائل الثمانينات من قبل مغني الراب جو سيمونز داريل دي جي جيمس ماستر جي ودي ام سي ماك دانييلز كانت المجموعه تعرف في الاصل باسم اورانج كراش تم تغيير الاسم الى ران دي ام سي في عام 1982 وكان اعضاء المجموعه يعرفون بعضهم البعض كاطفال يرتادون نفس روضه الاطفال. جاءت فتره الاستراحه الدولية لران دي ام سي عندما اطلقوا عليه اغنية الهيفي مثال الراب المنفردة Work This Way التي تضم ستيف تايلز وجو بيري وإيروسميث في عام 1986 واصبح هذا العمل أو مجموعة الراب لديهم فيديو تم عرضه بواسطة ام تي في وأول غير رياضيين لدعم أديداس. سيطر إدمان الكحول على جو سيمونز بعد أن شهد داريل مكدانيلز صحوة دينية تم اتهام سيمونز نزولا بالاغتصاب في كاليفلاند وبلغت ذروتها في تراجع شعبية المجموعة. باري وايت يبحث عن متبرع بالكلية يخضع نجم الروح للعلاج كمريض في الهواء الطرق ويستريح في المنزل. عرفاش كدير ديك الترجمة خويا من العربية جوجل شوية كاين شي مصطلحات ما عليناش.
كان يعاني من فشل كلوي بسبب تاريخه من ارتفاع ضغط الدم. وتقول تقارير إن وايت في حالة جيدة ويخضع للعلاج كمريض في الهواء الطلق، لقد تمكن من السيطرة على ارتفاع ضغط الدم من خلال النظام الغذائي. وفي الوقت نفسه، وبما أن المغنية لديها 8 أطفال، يتم إجراء اختبارات للتأكد من أن أحده يمكنه التبرع بكلية. كانت هناك 8 إدخالات جديدة في قائمة أفضل 20 أغنية فردية في المملكة المتحدة هذا الأسبوع، في حين كانت هناك أغنية جديدة رقم 1، إلا أن أغنية بوند هي التي أثارت الكثير من الاهتمام خلال الأسبوعين الماضيين. تؤدي الأغنية مادونا ملكة البوب، وهو حلم أصبح حقيقة بالنسبة للمغنية. دخلت الأغنية داي أنذر داي إلى الرسم البياني في المركز الثالث، وكان من المتوقع في وقت سابق أن تتصدر الرسم البياني، ولكن مع مرور اليوم أصبح من الواضح إنها أن تكون قصيرة، في حين أن العناصر المرئية للأغنية كانت رائعة تماما مع تقليد أفلام 007 جيمس بوند. وجهت الأغنية داي أنذر داي ضربة لمادونا بتركيز كبير جدا على الغاء الذي تمت تصفيته إلكترونيا بدون الفيديو. تفتقر الأغنية إلى شعور بوند على عكس الأغاني الأخرى المرتبطة بالفيلم على مدار 40 عاما الماضية. ومع ذلك تنضم مادونا إلى صفوف شيرلي باسي وكارلي سيمون وتوم جونز وجلاديس نايت وريتا كوليدج وشينا ستون ودوران وغيرهم ممن جسلوا الأغنية الرئيسية للأفلام جيمس بوند. في خبر سابق تم اختيار مادونا كأعلى مصدر للموسيقى في المملكة المتحدة وفقا للقائمة الرواتب التي نشرتها صحيفة ساندي تايمز الأسبوع الماضي. لقد تأهلت للقائمة بعد أن أصبحت مقيمة في المملكة المتحدة. حصلت مادونا على أكثر من 36 مليون جنيه استرليني في 2001، حصلت على 16 مليون جنيه استرليني من هذا المبلغ بعد أن سمحت باستخدام الأغنية Ray of Light في إطلاق نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز والإكس بي. رأس الأوائل من حيث دخل الموسيقى هم مادونا 36 مليون جنيه استرليني، جوج السير بول ماكارتني 35 مليون جنيه استرليني المركز الثالث. السير المهم هادو بقاو شحال كيقبطوا المغنيين شحال كيبقى من دونك هذا الشيء حنا ما كيهمناش اي سال الارتيك. حنا اللي كيهمنا هو انت مره اخرى كتشوف محمد السادس دائما كيعرض على مغتصبي الاطفال وكيعرض على هاد الشخصيات اللي هما كيخسر عليهم فلوسنا وكيجيو يدوزوا الليالي الحمراء عندنا في المغرب ويعطيوهم الوليدات الا بغاو الوليدات يجيبوا لهم الوليدات. ومحمد السادس عطيهم تراسه لان اصلا هو كيف قلت لكم راه فاش كان في نيويورك راه كاين واحد الارتيكل اخر اللي كنت درت عليه فيديو سميتو راه كان كيصيد في هاد الصاحب هذا، وهذا صاحبه ما بغاش اش كيقولوا له جي زد ما بغاش لان ما عندوش مع الرجال عنده مع العيالات ودار ليه داك الفلاش. راه كنت كاتبين هذا الشيء ما فهمت انا زعما يجي شي واحد يقول لي راك انت كتجبد هذا الشيء. ومازال يعني دابا راه في قيد التحقيق حتى من ماسك قال لهم بغي يخسر 90% من الثروه ديالو اللي هي ما يزيد على 250 مليار دولار باش يبقى هذا في الحبس.
لان عنده شي افير مع لو نيفو ديالو ولد خوه ولا ولد اخته. تا هو شوف شنو مشى دار ليه، لان كان كيدروغيهم ويغتصبهم وماشي هو هو واحد العدد كبير مازال اللي كيقدموا في الشكاوى ضد هاد خينا هذا اللي محمد السادس كيجيبو للمغرب كيخسر عليها. نتوما كيسمعتو في 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 الساندي تايم راه مشكله هادي يا صاحبي وتخسر عليهم فلوسنا، يعني تجيبهم وتخسر عليهم فلوسنا. هاي انا جديدي تلقى دعوه من قبل العاهل المغربي الشاب محمد السادس لقضاء اسبوع في مراكش، يعني هو يجي يتمتع مع راسك. ودائما راه دائما كيديروا هذا الشيء لي فيت بريفي، ماشي بشرط كيكون يعني قايلينها ولا سميتو في القصور، كيجيبوهم يغنيو ويدوزوا الليالي الحمراء ويديروا كل شيء تما، فهمتي؟ هذا هو نظامكم، هذا هو الرجل المسؤول الاول في الدوله المغربيه. بازا صاحبي والله الا بازا العياش، كيفاش مازال عندكم الوجه انكم هذاك المثل ديال قال ليه مع من شفتك مع من شبهتك، فهمتيني؟ ها هو هو النوع اللي كيمشي معاه، هو دابا اللي في بيا راه شد فيه ما غيطلقوش، شدوه ومازال كيجبدوا راه بكثر من 120 دوسي ولا داك الشيء اللي تجبد فيهم اغتصابات، فيهم قتل، فيهم دراري صغار، فيهم مخلطه مخلطه من جميع النواحي. وما تقولش لي مالكك ما كانش عارف هذا الشيء وما ولا قلبو قلبو عاوتاني، لان عرض عليه في العيد ميلاد ديال 33 عام ديالو، يعني هادشي راه ماشي بزاف باش باش عرضو على هاد دي ديدي. ايوا انت تشوف الفضائح فين كنلقاوك محمد السادس، عمرنا ما لقيناك في مكسل في شي جامعه ولا في شي بحث علمي ولا في شي حاجه مزيانه غترجع للمغاربه، كنلقاوك في هادشي ديال الشذوذ الجنسي هادشي الشذوذ الجنسي والحماقات كيتضروكا ويوليو في شكل اخر ويوليو كيديروا شي حوايج ما خايبه في التعاويذ. ولكن هنا هنا كيتبين بان محمد السادس انا على ما بالي مازوشي، هذاك الشيء علاش هربات سلمى مسكينه ما عزيز عليه الكشماطه ما دخليو ضربو سالا هو وياه في القصر. هذا ماشي كلامي انا، خلي لك الارتيكل باش تقراه تشوفو ترجمو بلونجليو. تحياتي لكم ونهاركم مبروك، شكرا.